الو، مساء الخير. مع حضرتك رامز ايوب، ممثل. انا كنت بتصل بخصوص الاعلان اللي حضرتك منزله بتاع هيرو الاعلانات. نعم، الو الو، مساء الخير. انا رامز ايوب، ممثل، عندي 22. ايوه يا فندم، ما انا بقول لحضرتك، انا اسمي رامز ايوب، ممثل، عندي 22 سنه. كنت بسال على الكاستنج بتاع مسلسل الاوف سيزون اللي الشركه بتعمله. اتصل الساعه كام؟ انا اسمي رامز ايوب، بشتغل ممثل، عندي 22 سنه. انا ما اشتغلتش في حاجه قبل كده، ولا سينما ولا مسرح ولا تلفزيون، بس قريت واتفرجت واتدربت ونفسي اشتغل في اي حاجه. انا من وانا صغير ما اخترتش اللعب، اخترت السينما، كنت بروح اتفرج عليها، كنت بقلد لاصحابي وبمثل، بختار شخصيات من الخيال وازرعها، كنت بعمل حاجات. لما قريت عرفت ان هي دي التمثيل، عملتها قبل ما اعرفها. في ناس حواليا، اولهم امي يعني، قالوا لي ان ده تمثيل، ان دي موهبه. ما كنتش اعرف يعني ايه موهبه. كبرت مخي لاني من منطقه بسيطه، فما فيش حاجه اسمها تمثيل عندنا. بس انا معرفش اشتغل اي شغلانه تانية. ألو، أنا عايز آخد من وقت حضرتك دقيقة. لسه قاعد هنا؟ ما حضرتك مش قلت لي استناني؟ ايوه قلت لك استناني 10 دقايق مش 5 ساعات. ما هو ده ساعه، يا ربنا هيجازيني عليه. طب يا رامز، الاخبار ما تسرش. الجنين حصل له حاجه؟ نعم. ما انا عايز افهم يعني، هو ليه؟ بتهزر معايا ولا ايه؟ يعني يا ريس، انا ممثل، انا اسف يعني لو حضرتك اتضايقت. يعني انا ما اقصدش اضايق حضرتك، بس انا بهزر معاك عشان افكك يعني. هو انا هو ليه الاخبار ما تسرش؟ هو الاستاذ مشي؟ انا شايف قاعد شايف وما مشيش. طيب زي ما قلت لك متصورش، يعني الكلمة واضحة، محدش هديك الدور اللي انت عايزه. انا عايز اي دور، اي دور. انت ما مثلتش قبل كده، محدش هيديك الدور اللي انت عايزه، افهم دي. انت لسه عايز تمثل؟ انا خايف ارد على حضرتك الرد اللي برده على اي حد فبيفتكرني اهبل، بس غصب عني يعني. انا مش عايز امثل علشان خاطر فلوس، او علشان خاطر شهرة، او علشان خاطر رسالة. بصراحة يعني انا ما عنديش اي مانع ان انا اعمل فيلم ما فيهوش اي معلومه، بمجرد ان اللي قدامي يستمتع بيه، يضحك، يفكر، حتى لو الفكره بتاعتي وحشه. كفايه ان هو يفكر ان هي وحشه، دي السينما بالنسبه لي. انا مش عايز امثل لاي سبب غير لاني عايز امثل، بحب التمثيل. مش انت لما بتحب واحده بتروح تتجوزها؟ انا الموضوع بالنسبه لي كده.
معرفش اشتغل شغلانه غيره. ايوه لسه عايز امثل. طيب خليك بقى 5 ساعات كمان. خليني 5 ساعات كمان وانا اللي فاكرك ملاك. عارف انا كان في ناس مجرد بس ما اشوفهم ابقى عارف ان هم شبهي، إن انا صح، ان انا مش مريض. انا اوقات كنت بفتكر ان انا مريض، بس لما كنت بقعد اتفرج على فيلم الاستاذ احمد زكي كنت ببقى عارف ان انا صح، لاني انا كنت ببقى شايف الموضوع كده زي ما هو شايفه. نفس الكلام مع ممثلين كتير، أجانب، طليان، فرنسويين، كنت بشوف ده حتى وأنا بقرأ الرواية، أي رواية كنت بمثلها في خيالي بنفس التفاصيل، بنفس الحب، حبي للسينما. بس أنا آسف، أنا متوتر شوية، بس أنا محتاج، أنا لازم تسمعني. أنا آسف. بص حضرتك، أنا محتاج بس إن أنا أقعد قدام حضرتك 5 دقايق، 5 دقايق هكلمك عن التمثيل وعن السينما وعن انا ليه عايز ابقى ممثل. انا نفسي اخد فرصه مع حضرتك. حياه ابوك. شكرا شكرا. حاضر حاضر، هاجي في الميعاد بالظبط. حاضر. أنا عارف إن هي مشكلة، بس يا ريت حضرتك تلاقي لي حل. يعني حضرتك لو ما لقيتليش حل أنا عمري هيضيع، هفضل بحب حاجة وبجري وراها ومش عارف أوصلها. وعارف إن في غيري كتير ما بيتكلموش ومحدش عارف مشكلتهم، فحرام يفضلوا مدفونين. مستخسر في الموهوب كاميرا علشان هو مش عارف يقف قدامها. ما توقفه انت قدامها. طب يا رامز، انت كلامك جميل جدا، بس زي ما بيقولوا المية بتكذب الغطاس. انت المفروض ان انت محضر مشهدين، مشهد عامية ومشهد فصحى. هدي لك حرية الاختيار تبدأ بأي واحد فيهم. اتفضل. بالتوفيق. عارف بعد ده كله ما عرفتش تمثل؟ اتفضل.